قتلت أجنحتي ما تقدر تطير. هذا تزوير للبيئة الشامية. البيئة الشامية مو هيك أبدا. بقول للسوريون كونوا جميعا موالاة لسوريا. تليفوني هنا ما بعرف فيه غير أنه مراحل استاذني هذا الله يرحمه. قلت لهم راح معه نص دوريت. تفضل مثل دور زنوبيا ملك التدمر. وبكره حتلاقي على الفيسبوك تفضلوا بدي اعمل دور مره ما يصير. ببعض البلاد واخص بذلك اليمن وعمان انه من جمله الزي تبعه الخنجر. بس بالشام انا من صغري ما شفت حدا بيمشي بالطريق بحاجة الخنجر. بالتأكيد يعني هذا العام كان نجاحها ملفت في كل التنوعات تبعها من التراجيديا للكوميديا للخفيفة. فالحقيقة أنا برأيي رجعت الدراما السورية تستعيد عافيتها ومكانتها أيضا في العالم العربي. أنا الحقيقة ما عم شوف كل شيء بالتأكيد لأقدر فيدك بجواب، لكن بالتأكيد يجب أن يكون هناك حدود لأخلاقية لما يمكن أن يعرض واللي ممكن ما يعرض. ممكن بالسينما يصير في شوية تسامح، في شوية يعني مبالغة بأمر ما، لكن بالتلفزيون لا، مش مسموح، لأنه التلفزيون صار هو صديق الأسرة أو واحد من أعضاء الأسرة، فبالتالي لازم يكون كتير دقيق بتوجهاته وبشكل خاص الأخلاقية. والله يا قلبي شوف، لما بيكون كل إنسان محطوط بموقعه، أنا مع الأعمال المشتركة هون. خليني أرجع لعمل اسمه سنعود بعد قليل اللي لقى نجاح ملفت جدا، هو عمل مشترك، فما في مشكل بأن يكون هناك أعمال مشتركة، بالعكس بتعطي غنى أكثر للعمل، بس يكون في مبرر لهذه المشاركة. يعني بسنعود بعد قليل أنه هذا سافر لبيروت ليشوف أولاده، من الطبيعي أن يكون هناك ممثلين من لبنان في هذا العمل، فالمشاركة لازم يكون إلى مبرر، مش مبرر الوحيد إنه هذا اسم كبير هاتوا لناخده لينجح العمل. والله يا قلبي هو الشيء الظريف إنه عم يخلق كتاب جدد. يعني هلأ وجود زحمة بشركات الإنتاج هذا أتاح فرصة لكثير من الموهوبين أنه يطلوا بموهوبتهم. يعني لما بيكون بس التلفزيون الرسمي بجوز في كتاب ما بيصح لهم يفوتوا على هذا التلفزيون الرسمي، لكن وجود الآن عدة شركات إنتاج عملت فسحة لأي إنسان عنده شوية موهبة في الكتابة أو بالتمثيل أو بالموسيقى أو كذا أنه يلاقي فرصته. فهذا التعدد هو لخير الدراما. هلأ نجي هون لمسألة البيئة الشامية. البيئة الشامية برأيي بطلها الأساسي هو البيت الشامي. يعني بالبيئة الشامية عم يكون البطل الأساسي هو الديكور، لأنه البيت الشامي محبب كمشهدية، يعني انت بتشوفه براحة، بالإضافة لأنه شخصيات بسيطة ومحببة. لكن في بعض الأحيان عم يظلموا الشام بهذه الأعمال، في بعض الأحيان مشان يكسبوا مشاهدين أكثر. يعني أنا ما بفهم إنه واحدة بتغسل رجلين جوزها بالطشط
وبيضربها وتقول له امرك سيدي. انا امي جابت 12 ولد، بس عمري ما سمعت ابي حكى معها كلمه نابيه لك. نحن بنشوف بعض مشاهد انه بيضربها وبيبهدلها وبتقول له امرك سيدي، هذا تزوير للبيئه الشاميه. البيئه الشاميه مو هيك ابدا. بجوز في عادات او يعني فولكلور ببعض البلاد واخص بذلك اليمن وعمان انه من جمله الزي تبعه الخنجر. هذا الزي، هيك الزي، وهذا شيء فولكلوري بالنسبه له ومقبول. بس بالشام انا من صغري ما شفت حدا بيمشي بالطريق وحاطط خنجر. حطوا لنا كل الشخصيات حاطين خناجر على خصرهم. ما موجود هذا، حتى ما هو موجود كلمة زعيم. لكن برجع بقول لك البيئة الشامية شخصيات محببة في بعض الأحيان. الخروج عن المألوف بيخلي الناس تحب الفرجة، يعني بمعنى ماشي بالطريق وشفت رجال ماشي هو ومرته ما بيلفت نظرك الأمر، لكن إذا شفت رجال قام إيده ضربة كف لمرته بتوقف تتفرج. يعني دائما الشيء الغير المألوف هو مدعاة للفرجة. نكون يعني أقل طمعاً وأكثر صدقاً. بس يعني هلأ أي شركة إنتاج نتيجة الطمع بتريد ربح أكثر، لحتى تحصل على الربح أكثر بتزيف حتى التاريخ، بتزيف حتى العادات والتقاليد، إنه في هاي التقاليد ما موجودة. وإذا بدك تحكي عن دمشق اسألني، أنا ابن دمشق من طفولتي وبعرف تماماً كل تاريخ دمشق. مشان هيك بحيي هون مسلسل حرائر، لأنه عطى صورة حقيقية عن المرأة الدمشقية، إنه المرأة الدمشقية مو هي المرأة اللي بتاكل قتل من جوزها ومسبات وبهادل وبتقول له تقبرني. ما في هيك سابقا، ما في هيك ولا حاليا حتى. يعني حرائر أعطى المرأة السورية أو الدمشقية بشكل خاص حقها وأرجانا، إنه المرأة السورية فيها نازك العابد، فيها ماريا عجمي، فيها سوريا الحافظ، فيها سيدات كانوا نجمات بالثقافة والأدب والنضال والدفاع عن البلد، كانوا فعلا مثال. يعني فيها استعمال سلبي واستعمال إيجابي. أنا مشان هيك مواقع التواصل اللي بيقولوا لها مواقع التواصل الاجتماعي كنت سميها دايما مواقع التخريب الاجتماعي، لأنه أي حدا بيقدر يتهم أي حدا بدون أن يطالوا أي قانون. مشان هيك ماليش صديق إطلاقا لمواقع التواصل، وما بعرف شي عنها، حتى تليفوني أنا ما بعرف فيه غير أونوف. ما بعرف فوت لا على فيسبوك ولا على جوجل ولا على غير، ما بعرف، لأني ضدهم ولا ما بحبهم. بس بالتأكيد عندي قناة على اليوتيوب، عندي قناة على اليوتيوب، بس مو أنا بديرها لأنه ما بعرف ديرها. اللي ما قدر يفهم المجاز بهذا الموضوع مهما شرحت له ما حيفهم، بس بعد 10 سنين بيكبر وبيفهم. هلا صعب. هذا المقطع أنا عامله من 5 سنين أو أكثر باحتفالية لعيد الأم، مشان غني لهم غنية يامو. غنية يامو بتبدأ بـ9 شهور وأنتي حاملتيني،
فأنا قلت ببدأ من هون بهالتسع شهور اللي أنا فيه ببطن أمي. ومجازا قلت إني أنا سبيح حط إذني على بطن أمي من جوا وبسمع. هذا شيء مجازي مو حقيقي طبعا، فلي ما قدر استوعب، صعب تفهم. فقدت أجنحتي، ما تقدر تطير. دائما يا قلبي يعني لما راح الاستاذني هذا الله يرحمه قلت لهم راح معه نص دوريد، اللي بقيوا نص دوريد ونص نهاد. فبالتأكيد يا قلبي هلأ في كتير من الأحيان بيقولوا لي ليش ما بترجع بتعمل مثلا مسرحية كذا، بدهم مبادر، لأنه اللي كنت واقف أنا وياه على المسرح سبقنا إلى جوار رب العالمين. ما فيني أتقاطع مع شخص أو ممثل يكون بديل لهذا الشخص، مش ممكن. فضل مثل دور زنوبيا ملكة تدمر. وبكرة حتلاقي على الفيسبوك وتفضلوا بدي أعمل دور مرة معلش. بقول للسوريون سواء كانوا كونوا جميعا موالاة لسوريا، لسوريا كونوا موالاة مهما كنتوا على أي ضفة، لأن سوريا أم بحق لنا نكون مخلصين لهذه الأم.